10:46 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على صنفي نبل والحمامة 104 في الكابون 93.5 في تونس والشمال، مكملين معكم حتى نص النهار. دونك باش نحكيو شوية على تصاور دارت ما بين أمس واليوم، بارتجوها برشا عبيد توري انه ثم قبور في حمام لنف، يقولوا انه القبور هذه تحفرت وقاعده توا تتباع ومحضرينها باش يبيعوها. باش نعرفوا حقيقه الخبر هذا صحيح مش صحيح، حاضر معنا بالتليفون سي نوفل عزيزي رئيس لجنه الصحه والبيئه والنظافه ببلديه حمام لنف. مرحبا بك سي نوفل. مرحبا، اهلا بك. دونك شنو هي حقيقه الخبر والتصاور اللي دارت سي نوفل؟ والله هو بوانا بيدي ريثهم أشوفهم توما التطور دوما فجأت. دونك مشيت تاعت المقبرة، مشيت ثبت في الموضوع، تبين كونه فما إنسان متطوع متقاعد معناه والحمل معروف حب يخدم معناها حب يعمل عمل خيري، عمل بناء قبورات فهمتني. دونك وحطهم على معناها كيفاش نقولوا احنا على ديسبوزيسيون تاع البلاد، معناها حطهم في المقبره زادهم للرصيد معناها تاع المقبره. هما المقبره نتاعنا ساتوري دونك غراتويتمون معناها غير ما فماش معناها كيفاش نقولوا للبيع، ما همش للبيع خاطر هما اللي دار ان هما للبيع وكل واحد يختار البلاصه اللي يحب عليها والاكثر رفاهيه. مش صحيح هذه عاري من الصحه، هذه دعايه. بون فما ناس ما عجبتهمش كيفاش السيد هذا قام بالمبادره هذيا، تبقى هو لما هالة هي بادره شخصيه ما خذاش اوتوريزاسيون من عند البلديه، وهي راهي قديمه الحكايه قديمه من وقتاش عندها تقريبا عام توا الحكايه فهمتني. وكي هو واصل في الاشغال وبدات تظهر معناها نتيجه الاشغال اللي عملهم هو، دونك ولاو الناس فما ناس دخلوا اللي يقول لك ما همش مقبلين القبلة بالضبط، اللي ما يجيش تبني قبورات لازم تحفر، كل واحد شو يقول لك معناها فهمتني. شو هي مكتار فيها منطقة جبلية تعمل بناء على بلاتفورم وباش يردم بالتراب معناها فهمت كيفاش. دونك باش ترجع خاينة هذه. دونك فما ناس ما عجبتهمش الحكاية، قال لك لا ما نعرفش انا من منظور ديني ولا من منظور ما نعرفش بالضبط شنو المشكل، اما انا اللي ناكده لكم اللي ما معناها انا طلعت وثبت في المقبره وثبت مع السيد اللي لاهي بالمقبره فماش قبورات للبيع، وحكيت مع السيد اللي قام بالمبادره هذيا كيف تفضل بيه. دونك واكد لي اللي معناها هو عامله على وجه الفضل معناها. وفي المكان اللي فيه هذا بجنب المقبره معناها المقبره الاولانيه نتاع حمام لنف المعروفه، هي اكستنسيون للمقبره. بون كيفاش نقولوا توسع للمقبره على خاطر المقبره نتاعنا معناها تعبات، باش نعملوا فيها احنا معناها كمجلس بلدي رصدنا لها معناها ميزانيه للتهيئه والتوسعه فهمتني، اما مازلنا ما معناها ما تخناش في المشروع فهمتني. تعرف فما بعض الاولويات، احنا الاولويه نتاعنا هي الاولويه البيئيه في حمل نف. دونك نظفنا البلاد تعرف بعد تقريبا 7-8 سنين الدنيا معناها مسيبه البلاد في حاله معناها الحقيقه عملنا الكورميناج كما نقولوا في البلاد، نظفنا الدنيا هنا تكي لي بوان نوار نقاط سوداء اللي موجوده معناها اللي فيهم ردم نتاع البني اللي فيهم فما ناس تعيش فضلات معناها عشوائيا هنا بالشط زاد كيف نظفناه مع لابال. البلاصه هذه قلت لي البلاصه هي موجوده نتاع توسيعه المقبره، ولكن انتم قاعده معناها الاشغال هي اللي قاعده مؤجله شويه نظرا كما قلت انت ثم اولويات. ولكن باش نفهمك حاجه، احنا فما جينا باش تبدا انت في بالك، مش احنا معناها كي دخلنا نلقاو ميزانيه ديجا مخدومه، ميزانية البلدية مخدومة، مجلس البلدية هذايا ما عندوش عليها معناها، مش هو اللي اقترح الميزانية هذايا وفوت عليها معناها فهمتني. دونك صوت عليها، دونك لقينا في الميزانية لقينا معناها ان مونطون مرصود للمقبرة، واحنا توا نحبوا نزيدوا عليه المونطون باش نعملوا تحويل اعتمادات باش نعملوا فيها اشغال المقبرة هذي فهمتني. اشغال تهيئة خاطر مهملة عندها مدة، اخر مرة معناها صار فيها دي ترافو ايفوليون
2008 ولا 9 بنفس رئيس البلدية هذا هو بيدو الموجود هو اللي عمل الأشغال تاعي وقتها وتوسع مرة ذي كيف كيف زادا باش نعاودوا نعملوا أشغال تاهي أو توسعة وباش ننظموها وباش نهيكلوها هذا ذي باش معناها باش تتنظم باش نحيوا المزايدات والكلام هذا كله فارغ. سي نوفل دونك المكان هذايا اللي أنت قلت لي عليه نتاع التوسعة هو اللي بنى فيه المواطن هذايا القبور المقابر هذوما هو كي معناها بعد من بعد 2011 المقبرة تعبات فاتوري دونك العباد في الوقت هذاك ما كانش معناها ما فماش إدارة واقفة وكل دونك العباد عملوا اكستنشن وحدهم معناها دفنوا القبار هذيك الموجود سيد المسؤول على المقبرة هو اللي عمل التوسعة هذه وحده دونك احنا باش نكملوا في ايه ما هوش واخذ معناها ماهوش واخذ ترخيص من البلدية دونك ثم مخالفة لهنا ولا هي اغذر لي هي راهي متلازمه خاطر بلديه هذه سي نوفل دونك لازم تاخذ ترخيص من البلديه باش من بعد حتى في الاهتمام بها و احنا تبعني شو اغذر لي هو السيد راهو ما قامش التوسعه اللي عم فيها السيد القبرات اللي يبني فيهم مش يبني في بارتي جديده راه في البارتي اللي بانين فيها اللي دافنين فيها ديجا اي جوستومون البلاصه موجوده جوستومون احنا ماناش في البلاصه احنا وقفناه راهو ديك باهي كي تقول لي هكا واضح اي كي تقول لي هكا واضح اتصلنا به وقفناه انا عاود اتصلت به اليوم معناها اتصلت به اليوم على اساس باش نثبت على حكايه اللي تبيع البيع قال لي انا نعم فيهم معناها بنيفولمون معناها على وجه الفضل معناها صدقه بالنسبه لي صدقه جاريه معناها اعتبر فيها وكذا معناها يحب يعمل الخير طيب باهي برشا هو الخير ميسالش هاي عند المقبره هو ميسالش الخير اما لازم زاد يكون قانوني باش نكون نظام بيان سور لازم يكون مقنن هذا هو علاش احنا اتصلنا به وقلنا له وقت وقف هو كيفاش احنا احنا طلب المساعده من البلديه باش تجيب له معناها كيفاش نقولوا توفر له تراكس باش يردم بلايص وقتها احنا قلت له فاش تعمل قال لي راه هكا وهكا قلت له دونك هذا بيا توقف على الاشغال هذيا حتى اللي ننظروا في الموضوع هذا واضح واضح معناها اما راهو حكايه البيوع حكايه الحكايه هذوما الكل ما ثماش منها لا ما ثماش لا اساس لهم من الصحه الحكايه هذوما واضح شكرا ليك سي نوفل يعطيك الصحه سي نوفل العزيزي يعيشك رئيس لجنه الصحه والبيئه والنظافه ببلديه حمام لنف على تدخلك معنا وعلى التوضيحات اللي قدمت لنا دونك ماهيش صحيح حكايه البيعان صحيح الموجود ثم مواطن تبرع بانه يحفر القبور هذوما ولكن يعطي فيهم مجانا للمواطنين ما ثماش من حكايه البيعان دونك واضح الموضوع هذايا مانيش مش نصمصر تو نبيعوا نشريوا حتى في نحكي عن الكونفور في المناطق اللي غلطه منها بون هو البلاصه اكيد راه ثم فيها الكونفور ومش كونفور اما راهي ماهيش للبيع الراجل صحيح قام بمبادره انسانيه انه يحفر المقابر هذوما ويعطيهم للناس ويقدمهم للناس في شكل صدقه ولكن زاد لازم تكون الامور قانونيه وواضحه احنا ان شاء الله نرجع في الساعه الثانيه من موجة تصير تسمعوا تقطوقه اللي انتم اخترتوها لليوم